الجدعان دول ماليهم حل، حتى لو اترموا في قلب الصحراء هيروضوها وينتجوا منها كل الخير لبلدهم ولنفسهم. من كام يوم جات لنا دعوة من شاب اسمه باسم سعيد طراد عشان نزور مشروعه في قلب منطقة أبو غالب بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي، مشروع لاستزراع أسماك البلطي والبوري. بدأ بحفر حوض واحد وتبطينه لمنع تسرب المية في الرمل، ودورته الأولى نجحت وعمل أرباح 280 ألف جنيه، وطبعا قرر يكمل، لكن بجد حكايته مثيرة فعلا. حط 65 ألف سمكة في حوض واحد، بدأ ب 20 ألف وطبعا اختفوا وافتكرهم ماتوا، فحط 20 ألف سمكة تانيين وبرضو افتكرهم ماتوا، مها الحوض ضخم والزريعة صغيرة، فحط 25 ألف سمكة تالتة، وفي اللحظة دي اكتشف إن فلوسه حلال ومفيش سمك مات، وعدت الدورة، كان زيرو خبرة. وبعد نجاحه في أول دورة رغم قلة خبرته وإنتاجه حوالي 13 طن أسماك في 118 يوم، بينفذ النهاردة 9 أحواض تانية بمساحات مختلفة في نفس المنطقة. تعالوا نسمع حكايته. وبالمناسبة هو من قرية أتريس في منشأة القناطر بالجيزة، وكان عنده شركة تأجير عربيات سياحة، لكن أزمة الكورونا خسرته اللي وراه واللي قدامه وباع كل حاجة، وقرر يغير نشاطه للاستزراع السمكي. احكي لي كده البداية، اشتغلت ازاي والمكتب السياحي خسر ليه، وبعدين في النهاية دخلت في السمك ازاي؟ هو من سواق تاكسي. كم سنة سواق تاكسي؟ كان حلم حياتي ان انا اشتغل على تاكسي بتاع حد واحاسبه اللي هو كل اسبوع، يعني التاكسي يفضل معايا. فده كان حلمي، كان السقف بتاعي مش ان انا اشتري تاكسي. فاشتغلت واجتهدت والحمد لله، كنت واقف في مكان معلم سياحي يعني، ربنا كرمني وجبت عربية في عربية في عربية تقسيط يعني، والحمد لله يعني اشتغلنا واجتهدنا وبس. هي يعني طبعا على السيارات تقسيط وكذا وكذا، وشغل السياحة مش متصل، منفصل مع وضع الكورونا اللي جه، فالموضوع كان بدأ ينهار. فلحقت نفسي وصفيت وبدأت اشتغل، قعدت مش عارف اشتغل ايه بصراحة يعني. فبدأت اتصفح على ان انا شفت برنامج اللي هو بتاع حضرتك، مستضيف حد اسمه ايمن خليفة بالفيوم، فعجبني الموضوع فاشتغلت لوحدي. وبدأت ان انا ما كنتش عارف اجيب علف من فين، كنت باكل رده. طب احكي لي الزريعه اخترتها على اساس ايه؟ حجم الحوض ما ده بيتناسب مع حجم الزريعه؟ اقول لحضرتك اللي حصل. الاكسجين مع عمود الميه. انا جبت الاول حاجه 20000 سمكه حطيتهم في الحوض. عدى حوالي شهر برضو مش شايف السمك، فقلت مات، جبت غيره. حطيت سمك على سمك؟ 20000 في 20000 في 20000 في 20 في 20 في 10 في 15، 65000 سمكة. حصلت عندي مشكلة في نسبة نفوق في اليوم، كان وصل معايا 150 سمكة في اليوم. كل يوم؟ لمدة 3 أيام، وأنا بكلم المهندس اللي هو أستاذ محمد عثمان اللي هو في شركة ألر اللي هو المبيعات. فقال لي إحنا ممكن. أنت عرفتهم منين أصلاً؟ يعني اخترت بقى شركة ألر دي منين؟ لا، كلمت الدليل المصري وجبت رقم تليفون مصنع، فقالوا لي في اسمه زون كنترول، كان الأول اسمه زون كنترول. خليني أوضح حاجة، خلي بالكم الموضوع ده ملوش أي علاقة بشركة ألر أكوا للأعلاف، هي شركة عظيمة جداً من أفضل الشركات المنتجة للأعلاف في مصر، ولكن الفكرة اللي عجبتني وخليته فعلا يقول الاسم لان هما فعلا ساعدوه. هتسمعوا الوقت ازاي الناس دي قدرت تساعده من خلال الدعم الفني ان هو يبقى فعلا مزارع سمك قوي جدا في البلطي. فوجهني لدكتور تاني اسمه الدكتور احمد لشر، حد محترم فوق العادة وخبير كبير، خبير محترم طبعا. بصراحة قال لي على نوع ده وحطيته لحد ما خلصت الدورة مفيش اي مشكلة، فيش سمكة واحدة ماتت.